دائما الشباب وخصوصا الشباب الجامعي بيكون عندهم مشكلة العمل والدخول لسوق العمل مشكلة كتير كبيرة. تمام. في جملة بيقولوا لهم إياها إنه ابدأ يومك أو كل يوم كأنه يوم عملك. يمكن هاي الجملة تحفيزية، ممكن كتير شباب يقولوا إنه هاي الجملة ممكن تساعدهم لحتى فعلا ينظروا لسوق العمل وللقادم بشكل مختلف، فعلا ممكن تعطيهم تحفيز، ولكن هل التحفيز هو كافي فقط؟ هل كل تخصص أكاديمي ممكن الشخص يلاقي فورا المجال العملي اللي بده يدخل عليه؟ وهل ممكن يكون التخصص الأكاديمي طريق وسوق العمل طريق آخر؟ كتير أسئلة بتخطر ببال الشباب بهاي المرحلة. صحيح سلمى، واليوم ممكن كتير من الشباب يكونوا عم يتكلوا بس على الجانب النظري والدراسة فقط من خلال المسيرة الجامعية، ولكن اليوم أكيد وجود هي الشهادة ما في إلى أي أثر دون خبرات وأيضا تطوير للمهارات بسوق العمل. لهيك ممكن الشباب اليوم يغيبوا عن هي الملاحظة وما يعرفوا شلون ممكن يسوي لذاتهم، وتكون هاي الأمور كتير مهمة لالتجاؤهم لسوق العمل. فاليوم كيف نحن ممكن نطرق لهذا الموضوع بخصوص الأكاديمية التعليمية، وكيف ممكن نحن ننمي هاي المهارات والقدرات عند الشباب ونكتسب كتير من الخبرات ونتطور من حالنا؟ هاي الأشياء كتير رح نعرفها مع ضيفنا لليوم الأستاذ سليم الكسم، مدرب تنمية بشرية. يسعد صباحك أستاذ. يسعد صباحكم، يعطيك العافية، تحياتي. صباح الخير أستاذ سليم. صباح النور. خلينا نبلش مع حضرتك من هيك مثل ما قلنا بالمقدمة. نعم. اليوم أنا بتمنى يكون عندي شيء حتى أقدر أتواجد فيه بسوق العمل. عملت الجزء اللي علي مثل ما بيقولوا أكاديميا شو ما كان. نعم. هذا الاختصاص، ولكن سوق العمل ما بيكفي في الشهادة الأكاديمية اليوم. نعم. اليوم أنا بحاجة لمهارات. 100%. شو هي أهم المهارات لازم يمتلكها الشخص ليدخل سوق العمل؟ هلا الفكرة الأساسية ما بدي الشخص يدخل سوق العمل، بدي سوق العمل يدخل لعند الشخص. هي الفكرة المهمة جدا. كثير من الطلاب بتقلي بس اتخرج لح أعمل. أنت إذا تخرجت، التخرج هو لا يعني أي شيء، فأنت فيك تحضر الموضوع من قبل، من السنوات الأولى. كثير من الطلاب خلص مفاضلة، بلش دوام بالجامعة، فحط أول ما داوم بالطب حط أنه أنا الدكتور فلان، حط أنا المحامي فلان. الكل بيقول له أنه طول بالك، ولا لا تطول بالك، لا لا تطول بالك أبدا. أنت محامي مو وقت بتتخرج محامي، مو وقت بيعطوك شهادة محاماة، أنت محامي وقت أنت تقتنع من جوا أن أنت محامي. نفس الفكرة بكل الاختصاصات. النقطة الأساسية أثناء الدراسة الأكاديمية كتير بيكون طبعا كل الدراسات وكل التخصصات فيهم شق عملي، فيهم نقطات، فيهم حلقات بحث، فيهم استاجات، فيهم شيء عملي ما بطريقة ما. استخدام هذا، نحن حكينا المرة الماضية بلقاء سابق عن استخدام هذا الشق العملي لتسويق ذاتي أنا للموضوع. كتير مهم طبعا بيتخرج الشخص بيتفاجأ أو محيطه تفاجأ خالته، ليش انت بتدرس كيمياء؟ تمام. ايه طب ما بيعرفوا انك بتدرس كيمياء، مع انه منضافين عندك على الفيس وبتروحوا بتجي انت وياهم، بس ولا مره شافوا لك منشور واحد عن الكيمياء، ولا مره شافوا لك حاله. انت كدكتور اسنان ما شافوا حاله لك على صفحتك. انت عم تدرس حقوق، انت عم تدرس علم اجتماع، ما ولا مره كتبت ولا منشور عن هذا الموضوع، ولا عملت اي شيء. بالتالي محيطك مو جاهز يتلقفك كأنت حدا بيفوت على سوق العمل. فكتير مهم أنا اللي الفكرة الأساسية حضر سوق العمل، لأنه طبعا كلنا بنعرف أي حدا بيقعد مع أي صاحب عمل اليوم، مع أي صاحب شركة بيقول لك أنا عندي مشكلة كبرى للاقي توظيف، عندي مشكلة كبرى للاقي، وبتقعد مع الشباب بيقول لك أنا عندي مشكلة لاقي فرصة عمل. شلون بتزبط معكم أنتوا هدول اللي عم يدوروا على هدول؟ الفكرة الالتقاء بالنص هو لعبة التسويق الذاتي. أنا كيف سوق وقل لهم أنه أنا بشتغل هذا العمل، بشتغل هذا الموضوع؟ كتير سهلة الأمور. أنا لما نبلش أول شغلة خلي الكل الموجودين يعرفوا أنه أنا هذا اختصاصي. من خلال أنا فتت على الكلية، تصورت قدام الكلية ألف بيت، تصورت قدام الكلية، تصورت بالمدرجات، سألت شي مرة سؤال تمام على 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 الفيسبوك، على اللي حواليك، على الناس، بقعدة العيلة. كتير مهم هذا الشيء اللي بلش أنا حضر محيطي إنه مرحبا أنا جاي، أنا اقتصادي، أنا حقوقي، أنا كيمياء، أنا مهندس، أنا مهندس مدني، أي اختصاص. حضر محيطك إنه يا جماعة أنا عم بدرس هذا التخصص. ولو أحيانا ممكن تسأل سؤال بجلسة العيلة إنه نحن عنا بالهندسة العمارة القصة الفلانية، انت عم تسال ويمكن تعرف الجواب وتملك الجواب، بس عم تسال مشان تحضر العائله كلها انه انت بتعرف هذا الموضوع. هذا رقم واحد وكثير كثير مهم. رقم اثنين، كون مبادر.
بقلب كل الجامعات وكل الافرع عم يصير انشطه، وخاصه اليوم يعني بلدنا صار يعني سبحان الله هذا اللي صاير نشط الشباب، فبكل تخصص بتلاقي فيه فعاليات وايام علميه ودورات ومؤتمرات، هدول عم تحضرون؟ تمام. كثير انا مبسوط مثلا بهلا يعني كثير شباب عم يدرسوا معهد صناعات كيميائيه وطلاب كيمياء، معرض هلا كيم اكسبو اللي صار موجودين هنيك وطلعوا اهليهم وتصوروا وصوروا ونزل على الفيس وكذا، في مين منهم مشارك بمنتجات من صناعته انه يا جماعه انا كيميائي انا موجود. اللي موجودين بهذا هو اصلا موجود بسوق العمل، طبعا ما تخرج، في طالب سنه ثانيه ما تخرج، هو هلا عم يشتغل وعم ينعرض عليه عروض كثير كبيره. في شاب لهلا يعني سنه رابعه كيمياء جابوه عم يشتغل بقسم جوده بمعمل من المعامل الكبيره بالبلد. طب ليه؟ طب شلون صارت؟ ايه هذا الشخص سوق حاله، راح الجمعيه جمعيه الكيميائيين، درس درب، هذا الشيء اللي هو سواه عمليا حضر سوق العمل لشخصه، مو حضر حاله لسوق العمل. لانه انا يمكن في هون بتناسبني وهون ما بتناسبني، وسوق العمل له كثير اعتبارات. سوق العمل مو بس عم بياخذ الشق التقني، بده الشق الشخصي. يعني في ناس اخي انا ما بحب الناس اللي من الطبقه الفلانيه، انا ما بدي الشق الفلاني، انا ما بدي الشخص بترتيب معين، تصطفل. بس سوق العمل كثير كبير، ففي شيء يناسبني فلازم حضره كله الي، مو حضر حالي لا لا لشق او لو او لجزء او لبوزيشن معين. هي شغله كثير خطيره وكثير مهمه، ومع انها كثير بسيطه وبيحسن يساويها الطالب بدون اي تكلف وبدون اي تكاليف. كثير مهم بتلاقي مثلا دكتور اسنان تخرجت، والله لازم يكون عندك حالات مصورتين قبل وبعد، لا والله ما لحقت. طب ليه؟ شلون يعني ما لحقتي؟ ما اشتغلتي انت والمريض اشهر، صحيح. خمس دقائق ما لحقتي. مرحبا استاذ انا مشاغل، انا كنت بالكيمياء وشاغل عطورات وشاغل، انت عندك شيء؟ لا والله كلهم وزعتهم، كلهم ما خليت ولا وحده منهم. مثلا بيوصل لمرحله بيضرب مصداقيته احيانا، صحيح. كثير مهم القصه حتى المبادره، انه انا كثير من الطلاب اي اليوم صار بكل كليه بتلاقي في جروب واتساب وجروب فيس للدفعه وجروب تليجرام، بيجي طالب انا مالي بهي العجقه، انا ما بفوت مع ليه؟ مين هيك قال لك؟ لا فوت وشارك ونشور وعلق، لدرجة انه فيك تبلش تعلق، لدرجة انه طلاب الطب بيعرفوا مشي 4-5 سنين في شب ما له علاقة، يعني لا طالب هيئة ولا مسؤول ولا عنده فريق، شب لحاله هيك، اي حدا بيسأل سؤال هو بيجاوبه، اي حدا بيطلب مثلا محاضرة بيبعت له اياها، اي حدا بيطلب اختبار بيبعت له، لدرجة انه تسمت الدفعة بدفعته يعني باسمه على اسمه فبيقول له انت من دفعة فلان، بيقول له لا انا دفعة اللي اكبر منه، صار هو معيار الدفعات. وهذا كلام مثلا بكلية الاقتصاد نفس الشيء بيعرفوا طلاب من شي 6 سنين مثلا، في شخص معين مشهور مش عم انا اقول اسماء، مشهور جدا بالاقتصاد، صار انت من دفعة فلان، لا والله انا الدفعة اللي قبله انا فلان، صار معيار للتخصص كاملا. طب كيف صار معيار هذا الشخص؟ ما ساوى شيء، عبارة عن شوية اهتمام، شوية ارشفة، شوية ردود على التعليقات، شوي ساعد رفقاته، شوي ساعد زملائه، يقدم نفسه تماما. ففعليا سوق حاله كخبير كتير حلو. اليوم سوق العمل يفتقر جدا جدا، كل ماله عم يصير الأكاديمي، عم يفكر الأكاديمي انه هو ما له علاقة بسوق العمل، وسوق العمل عم يفكر ما له علاقة بالأكاديمي. فبتلاقي في معلومة كتير بسيطة هون، حق كتير غالي بسوق العمل، كتير مهم. انا لما فرضا انت ما عم درس ميكانيك، فاخذت خراطة المسننات وحساب المسنن، كتير حلو هيك مثلا تمرق لك بوست عن هذا الموضوع بطريقة ما، بتقدم نفسك لكل السوق انك انت خبير بهذا المجال، انت بتعرف بهذا المجال، فلح يعطوك. طبعا هون انت ما صفيت، عم تروح تطلب راتب، انن عم يعرضوا عليك وعم يعرضوا عليك راتب، ورواتب بصراحة مجزية جدا. اللي بيسوي حاله راتبه يبدأ من مليون ومليونين فما فوق، اللي ما بيعرف يسوي حاله راتبه لا يبدأ من 300-400 ألف ليرة. الفرق كتير مخيف يعني بسوق العمل وما له علاقة الموضوع لا بشطارة الشخص ولا بقوته الأكاديمية ولا بقوته العلمية ولا بقوته حتى العملية. طبعا ما حقول الطلاب اللي بيدرسوا بس لينجحوا، بس هذا يعني مثل بيقولوا هذا برا الموضوع تماما، برا التصنيف تماما. أنا ما بدي أدرس لأنجح، أنا بدي أدرس لأتعلم، تمام. بس لا تأخذ التخرج هو والله المعيار. أنا تخرجت، طيب أهلين، يعني شو صار اذا تخرجت؟ مبروك. شو صار اذا تخرجت؟ يعني انا استاذ تخرجت وهلا معي شهاده، سوق العمل ما عم يستنى شهادتك. اليوم نادرا ما يسالوك عن شهادتك بسوق العمل،
حتى الشهادات طبعا الشهاده يعني هل هالشهاده مو مهمه؟ لا طبعا الشهاده مهمه، شهاده بتقوننك، بتخليك تفتح مشروعك، بتخليك تعطيك مصداقيه بالسوق، بس ولكن كفرصه عمل، كفرصه عمل ذات نفسها لا، انت اشتغل على حالك، سوق حالك صح. هي التسويق الذات الشخصي هو بخليك بجهز سوق العمل كله ليتخاطفك، ليتخانقوا عليك، ليجيك بدل العرض 10. تمام، مو والله انا مشان الله يا جماعه وانا بدي احضر مقابله عمل هون او مقابله عمل هون. كثير مهم ببساطه طبعا، حتى هذا الشيء مستمر وتراكمي. في كثير من الناس بيقول لي انا اللي عم تقوله ساويته، اول الدفعه صورت، انا عملت، انا شاركت، لقيت القصه ما لها طعمه، بعد سنه وقفت. التسويق عمليه تراكميه ومتكرره، ما بيمشي الحال تعملها مره او مرتين او ثلاثه او خمسه، بدك طول السنوات وطول الوقت. تمام، صوره الدفعه، كثير ناس من صوره الدفعه بيتوظفوا. كثير حلو انا بقلب هذا العمل انه ابني علاقاتي، انا اكبر مجتمع. اكثر شيء بيستفادوا من الجامعه الطالب مو التعلمات، لانه اليوم موجودين العالم عم يتعلموا او عم ياخذوا شيء، عم يتبادلوا خبرات، فبتلاقي الدكتور كثير بيوجههم لمصادر ثانيه يتعلموا منها. وكلياتنا بنعرف انه ما لازم يكتفي الواحد بالتعلم الاكاديمي. طيب وشو اللي بيستفادوا اكثر شيء من الجامعه؟ اللي بيستفادوا اكثر شيء هو المجتمع. هذا المجتمع لما انت بتبني فيه خبرات وبتشتغل فيه، تمام، فكتير مهم هذا الموضوع. أكيد. خلينا نعود لفكرة أهم ما يجب أنه لازم يكون عند الشخص اليوم لما يدخل سوق العمل. جميل جدا. نحن حكينا قبل ما نطلع أنه نحن حكينا أنه كتير مهم يسوق ذاته، يقدم نفسه كخبير، يبني شبكة علاقاته. كتير مهم أنه هو حتى يختبر هاي القدرات والمهارات اللي عنده. كيف؟ عن طريق اليوم المسابقات. اليوم في كتير مسابقات ريادة أعمال، كتير في مسابقات أفكار. طب انا اختصاصي نظري، انا اختصاصي، روح اختصاصك، اعتبر حالك اليوم تخرجت، انت عم تدرسي علم اجتماع، انت عم تدرسي تربيه، طيب تخرجتي، شو المشروع اللي ممكن تساويه بعلم الاجتماع بالتربيه؟ علم الاجتماع استاذ انا ما فيني. مين قال لك انه ما فيكي؟ دراسات التسويق كلها قائمه على علم الاجتماع. ابحثوا عن تخصصكم بطريقه ثانيه، افهموا كيف بتصير القصه، احضروا هاي الفعاليات اللي بتصير اليوم. مثلا اتحاد الوطني لطلبة سوريا عاملين مسابقة فرصة اليوم، كل تقريبا كل الجمعيات كل عم تساوي مسابقات لريادة الأعمال طول السنة. في هيك شيء احضروا وتابعوا، شوفوهن على الفيس شو الفكرة اللي عم يطلعوا فيها. حتلاقي واحد انت برأيك اختصاصه بالشرق ومشروعه بالغرب، بس دمجهم بطريقة كتير حلوة وقدمهم بطريقة كتير حلوة، حيألهمك هاد لتحول تخصصك لمشروع حقيقي. طيب انا عندي ولازم يكون عندك مشروع حقيقي، ليش؟ لانه انا حتى مشان اسوق حالي. طب انا بدي اتوظف، اخر شيء اتوظف، بس ولكن شارك، بتفهم السوق اكثر. برجع بقول انت اقوى لما بتقدم حالك لسوق العمل، فكتير مهم انا من اول ثانيه اقتنع انه انا هذا تخصصي وهذا مجالي وهذا الكارير تبعي اللي انا رح امشي فيه. واحد اثنين، بلش انا اوثق اللي عم يصير، اتصور فيه، انشره، اقدم حالي كخبير، ما وقف، كون موجود، انا مبادر، فمبادر بشكل شخصي مع الدفعة، مبادر على الفيس، مبادر وبرد على التعليقات وبرد على العالم. كتير مهم أنا ابني هي الكوميونتي اللي أنا حاشتغل عليها. أنا الناس كلها صارت تعرفني وبعرفها وأنا مجرب حالي. وكتير مهم آخر شيء، اشتغل بسوق العمل شو ما صح لك، اشتغل أي شيء حتى تتعلم المهارات، تتعلم مهارات إدارية، تتعلم مهارات تواصل وين ما كان أثناء سنوات الدراسة، سواء كنت محتاج ماليا أو مالك محتاج ماليا. نصيحة، اشتغل موظف بأي راتب، حتتعلم كثير مهارات كثير بتهمك، ساعتها أنت بتكون مجهز سوق العمل لك، مو بس جاهز لسوق العمل. أكيد. بالختام وفي لنا تتمة للحديث معك أستاذ سليم، نشكرك وشكرا لكل النصائح. شكرا لكم، تحياتي، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك أستاذ سليم. تحياتي.